على ذكر بقى الطلائع، الجيش بكره طبعا يمكن جمهور النادي الاهلي عندنا خبر سعيد ليه، فريق الشباب اللي شفنا مباراته مع الزمالك وقناه النادي الاهلي كانت بتعرضها هنا واستمتعتوا بيها وفاز فيها شباب الاهلي على شباب الزمالك، قدر يفوز على طلائع الجيش النهارده 2-1، ونتيجه مهمه جدا. ودوري الشباب دوري مهم جدا عند الاهلاويه، اعتقد معانا فاروق صلاح يقدر يقول لنا نتيجه المباراه واقترابنا واللقب، وجمهور النادي الاهلي اكيد سعيد ببطوله بتقترب من النادي الاهلي، وشباب النادي الاهلي دايما في الموعد. طبعا برحب بالكابتن هاني رمزي، برحب بيك يا كابتن هاني، وبرحب يا فاروق بالزميل العزيز محمد فارس طبعا، وبالاستاذنا الاستاذ محمد القوصي اللي طبعا هو مش بعيد عن قطاعات الناشئين ودايما بيتابع طبعا معانا كل الامور الخاصه بقطاع الناشئين. وزي ما انت قلت يا فارس والكابتن هاني رمزي قال، قناه الاهلي دايما وبرنامج الاشبال، ونحن بنسلط الضوء على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وان قناه النادي الاهلي بتبقى منبر للناشئين في النادي الاهلي او للناشئين على مستوى مصر. النهارده طبعا كانت الجوله قبل الاخيره لبطوله الجمهوريه للشباب مواليد 2001، لقاء كان بيجمع ما بين الاهلي وفريق طلائع الجيش. يعني نقدر نقول ان الفريقين اول وثاني قبل المباراه، طلائع الجيش طبعا 67 نقطه، الاهلي 67 نقطه، الفريقين بيتنافسوا على البطوله خلاص قبل جوله اخيره. شوط اول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، ثم تقدم النادي الاهلي بهدف عن طريق اللاعب احمد سيد غريب من عرضيه زياد طارق في الدقيقه 9 من الشوط الثاني، ثم ادرك التعادل فريق طلائع الجيش في الدقيقه 19 عن طريق ركله جزاء اكتسبها الكابتن محمد عادل اللي كان بيدير احداث اللقاء النهارده، ثم يعني هدف على طريق القاضي ممكن في الدقيقه 44 من شوط اللقاء الثاني، محمد فخري من ركله جزاء ايضا صحيحه للنادي الاهلي. خليني اقول لك ان ركله الجزاء كابتن هاني اللي احتسبها الكابتن محمد عادل سواء لنادي طلائع الجيش صحيحه، اللي احتسبها ايضا للنادي الاهلي ضربة جزاء صحيحة. بعد المباراة طبعا الفرحة الكبيرة اللي لعيبة النادي الاهلي، النادي الاهلي خلاص بينفرد بالصدارة عنده 70 نقطة، ثم فريق طلائع الجيش في المركز الثاني 67 نقطة. طبعا يا كابتن هاني بيتبقى على نهاية الدوري اسبوع عندنا الجونة. الاهلي بالظبط بالظبط يا فارس، الاهلي هيلاعب الجونة ان شاء الله يوم السبت القادم على ملعب الاهلي بمدينة نصر. الاهلي طبعا يكفيه التعادل بأي نتيجة لحسم البطولة. فريق طلائع الجيش طبعا هيخرج لملاقات فريق بيراميدز بملعب بيراميدز، اعتقد الفرحه الطموح. لكن انا عايز اتكلم في نقطه مهمه يا كابتن هاني، كابتن محمد شرف تولى القياده الفنيه للفريق، والفريق بيبعد عن الصداره ب 12 نقطه. صحيح. قدر انه يلعب 13 لقاء، فاز في 11 لقاء وتعادل في لقاءين فقط. شفنا كلنا النتائج اللي شفناها من قطاع الناشئين في النادي الاهلي في كاس الرابطه وقت ما الفريق الاول احتاج اللعيبه، ايضا في مجهودات كتير جدا يا كابتن هاني، حضرتك عارف طبعا البنيه التحتيه والدور اكيد يا فاروق مفيش شك يا فاروق، طبعا كل التحيه طبعا ليك وطبعا للفريق، ودايما بتكلم ودي نقطه مهمه جدا، دايما ده الصف الثاني للفريق الاول، ودايما بتكلم حلو قوي ان احنا ناخد بطوله الشباب ده جميل جدا، ولكن الاجمل كام واحد من هؤلاء اللاعبين هيكونوا متواجدين في الفريق الاول يكونوا نجوم المستقبل، هو ده المهم. وتحياتي طبعا للكابتن خالد بيبو اللي بيقوم بدور اكتر من رائع. كابتن خالد بيبو يا ريت يا ريت نقدر ناخده يا فاروق، برضه نبارك له معايا كابتن خالد بيبو، ببارك له بقى يا كابتن خالد.